كنصوروا اللايف ديال ماشي اللايف فيديو ديال الباسات وي واحد الشيه تهز التليفون اتصل بواحد صاحبو عنده الجولف 4 ياك جولف 4 هو يقول لي يلا نصوروا الجولف 4 احنا دابا عرفتي داكشي ديال الله الله الا زعما اي غادي مع تيسير الله عليهم اليوم ان شاء الله بيكون عام غنزيدكم دابا عاوتاني فيديو على الجولف 4 هاد الفيديو هذا بنديرو عرفتي علاش باش اللي عزيز عليه الطوموبيلات يتمتع ليه بالطوموبيل حتى نخرج ما نقسموش نخلي فيديو واحد دو صويت الباسات والجولف 4 الا قسمتو سمحوا لي يعني الفيديو جا واعر بزاف وخاصني نقسمو ما قسمتوش راه نمشيو دابا نشوفو الجولف 4 حتى هي نصورها لكم نهضروا عليها شي شويه نشوفها كي دايره وديك الساعه نتلاقاو نشوفو دابا الجولف 4 حنا دابا راه غادي نتفلت ياك تفلت فراسك دوزيام دايرة انا ما كانش السياط عندي كدور دوزيام مش فراسك تخلي دوزيام مسكت عندي ما دوراش دوزيام يا انا تبليت بالجولف 4 ودا السي حمزة يا شي حاجة جارية لهاد الجولف 4 هادي 115 عاود سيزيام ياك كل هادي دي اي بالاحمر ومازال نسولو الخبير على التي دي بالاحمر ولكن نشوفو علاش كره شي السيد راه الله يفتح عليك خويا تصبك هذا هذا الا مدا سي اون جولف 4 كتشوف حمزه سي اخر او حمزه راك بحدايا هذا ما راه عرف ملي كنكون راك في حديد تشور هذا تشور ياك اخي نيسان وكاين شي حديد اللي هو كيعيط لك مازال الله يزال هادي لا مانيبيلاسيون ديال وسط المدينه صافا الفولون ديالها شي شويه على الباسات غيكون شي شويه قاسم هاد الباسات ديريكسيون الكتريك هادي لا نومبريز ديالها زوين فولون موتور باقي فيها هي هاديك السيد مولاها بروبريتير مبدلها موتور كومبلي موتور جيبولها من برا من فرنسا سي لا سي سيسبونسيون فيها باقي ناضي الصباح تندخل فيها في الحفاري بخير طوموبيل سي امبورتي موتور جيبو على يديه منين جيبو فرنسا هادي زعما طوموبيلة انا نقول واحد القضية هادي طوموبيلة ديال العشاق هاي اللي عشاق يجي عند هاد السيد هادا الا بغا يشريها من عندو لانه بدل ليها سميتو دير لها سيستم سونوريزاسيون بوحدو انتم شوفوا انا تخشى في واحد الحفره قاصحه
الطوموبيله زعما الله يحفظها ما منقولوش شي شويه هادي، ولكن راه هادشي عادي حيت هي قديمه 2002 ولا شحال، ولكن ما تبقى طلع هادي وصل احلام هانتوما واحد طلع دابا قدامنا حمزه دابا اسمع لي هذيك ويقول لي هاك سلسله خاويه سلسله هاتي طلع دابا لا لا كطريم ديال دابا ندير واحد اللعبه انسكتها هانتوما شوف انسكتها غندير دابا طروازيام ياك اسمع اسمع هذا طروازي طلعت لو طلعت وفي الطلعة طروازيين في الطلعة أدري هذا أبو جو براف أبروف لا لا اسمح لي اسمح لي هذا هو مدراري وإلا فعلا إلا كيقول لك عندي غولف كار راتي تهلا في الغولف كار راه ماشي يجي وشري غولف كار واش انت على صغ واش انت عندك عقلية الغولف كار راه ما عندكش عقلية الغولف كار راه كاع تشري غولف كار راه باش نقولك راه غالية عليك غولف كار راه كتبي تهلو وإلا ما كتهلاش لتشريت الغولف كار خاصك تعرف تهلا في الغولف كار راه هو حمزة هاد المرة بعدا جابو لي الله باش نجربو قدامو هاد الحديدة هادي باش ما نقول أنا شي حاجة ما كايناش هاد المرة وسمحوا لي إلا كنسكت بزاف حيت بعض المرات ملي كتنكف شي حديد اللي حلو بحال كتكونيكتا معاه صافي كتنسى تمشي غندير دابا واحد علمك لأن ما تغزرني يجي يجيني خاصة نتلاقاو معاه لأنه زايد ليها شي حاجة شي حاجة ماشي طبيعية في الطوموبيل ماشي غولف كاتر اللي كتكون مفروشة هادي كتحس بها مجموعة موديل 99 كنت كنحس بيه مجموعة بحال هكا ولكن اش موديل 2002 بهذاك ال أشوف راه ما بقيت متكي درت لا بوزيسيون ديال 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 باغي نستمتع من شان تلخ وتلخ علي من هي؟ علي الاسم ديالها مخدوم شويه فولون مي بون زعما متصور كواحد السيد اللي كساب ماشي بيع وشراي طوموبيل سيده كسبع 10 سنين 10 سنين هو كسبع دونك باينه حرفت يدي باينه صراحه باينه حرفت يدي في الطوموبيل استاذ استاذ واش تعرف اصاحبي راه هاد الناس اللي كيعيروا الاساتذه الطوموبيل راه علم راه ملي كيشد الاستاذ كيخدمها بالطريقه ديال الله الا بخير حتى البوطا فيتاس مجموعة ماشي مترشة هما لي الكات اللي لما كانت الكات هادشي كلشي مترش وهادي ما كيشريها علاش بيبيع علاش حشومة هادي تباع علاش تباع هادي علاش انا اخي حمزة بالصحة والراحة